بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صراحه الواحد محتاج وقت كده عشان قطر يعرف يصنف المباراه دي مباراه عامله ازاي بالنسبه للرجاء. هل هي واحده من اسوا مباريات الموسم او واحده من اسوا مباريات الرجاء من سنين طويله؟ بس في اسئله كتير انت محتاج تسالها ومحتاج تفهم. يعني انت محتاج تفهم ماذا كان يفكر منزل الكباير بالجمع بين زكريا الوردي وعبد الاله حفيظي وتحتهم محمد المكعازي. بصراحه يعني ده سؤال مهم انت محتاج تفهم. هو منزل الكبار كان مستني ايه من ثلاثي نص الملعب ده؟ دي حاجه مهمه جدا انت محتاج تفهمها. نص الملعب اللي كان موجود النهارده سواء حفيظه او زكريا الوردي ده كان لا مؤاخذه ناقصه محسن متولي، ونرجع لايام الرجاء السيئه. اه والله يعني نص الملعب ده كان محتاج محسن متولي قدامه. خلاص يا اسطى احنا كده قفلنا، احنا كده جبنا دوله في امها، لان بسم الله ما شاء الله الحته اللي احنا قعدنا نقولها بتاع رجيء اهولو قوه رجيء اهولو قوه وليد صبار، بسم الله ما شاء الله. انت النهارده من غير اهولو، من غير صبار، من غير زريده، بسم الله، او من غير محمد زريده، نص الملعب بتاعك ضايع. نص الملعب بتاعك ضايع خالص، مفيش ربط ما بين هجوم ودفاع. وبسم الله ما شاء الله انت بتلعب قدام فرقه ماسكه نفسها، وفرقه كانت بتقدم عليك مباراه محترمه جدا. فرقه حظك السيء ما ساعدكش ان انت تهرب من 10 دقايق ما كنتش عارف تلم نفسك فيهم. اه يا اسطى الرجاء الماتش طار منه في 12 دقيقة بس فريق كابتن جمال السلمي خلص المباراه فيها. الهدف الاول عن طريق مروان العز، هدف جميل جدا الهدف الاول، بس الهدف الثاني بتاع الفاول اللي سجله المهدي كورناس ده حاجه بجد والله، هدف جميل جدا جدا جدا. ويرجع مروان العز تاني يسجل الهدف الثالث علشان خاطر الرجاء يخش شوط تاني 3-0. الفتح رباطي خلص الدنيا بدري. اه والله خلص الدنيا بدري. ومنذر غير براحتك وبعرف لماها بقى. حتى لو نزلت سفيان بن شديده ونزلت عبد الرب بن غيث مكان الاساطير عبد الاله حفيظي وزكريا الوردي، وطلعت عبد الصمد البدوي ونزلت مذكور ونزلت حسين رحيم مكان يسري بوزوك اللي جات في فرصه واحده بس الشوط الاول وحب يعملها لوب في الست ارضه. يسري بوزوك عايز يعمل لوب في الست ارضه، يلا مش مشكله. طب حمزه خبا جات له حاجه؟ لا والله. طب الزاروني؟ لا الزاروني اول كورتيلا نفسه متعور، اللي هو يوم كل حاجه فيه ضد الرجاء. لا يوم كل حاجه فيه ضد الرجاء، فريق ماسك نفسه وفريق رائع جدا زي فريق الفتح الرباطي، ومقدمين موسم ممتاز في الدوري المغربي. اه يا اسطى فريق الفتح الرباطي على فكره مقدم موسم ممتاز في الدوري المغربي، والفتح الرباطي استحق الفوز النهارده. اه الفتح الرباطي استحق الفوز. اصابات فريق الرجاء اثبتت ان البدلاء بتوعه مستواهم اقل بكتير من اللعيبه الاساسيين، ودي حاجه انت كمدير فني ما بتحبهاش وبتتصدم بيها، انك بتكون فاهم ان الدكه بتاعتك هتقدر تشيلك لو حصل اصابات، ولو حصل دروب في مستوى بعض اللعيبه فهو بتلاقي اصابات حصلت تنزل اللعيبه اللي على الدكه، تلاقي ان هم مش قد المستوى خالص، اللي هو بسم الله مش هتبقى واثق فيهم وتلاقيهم حرفيا خزروك في الملعب. وده اللي اعتقد حصل بالظبط مع منزل الكباير، واحده من اسوء مباريات الرجاء من سنين طويله. زي ما كنا بنقول ان الرجاء كان رائع والرجاء كان جميل، لما الرجاء رجع لنفس العناصر القديمه تانية اكتشفنا ان مفيش اي حاجه ممكن تتغير بالنسبه للرجاء. مع احترامي الشديد لعبد الله حفيظي وزكريا الوردي مهما كان مستواهم ومهما كان حب الجماهير عندهم، لكن النهارده الثنائي ده مع المكعازي كاتفندر تحتيهم الموضوع كان ميت. لا الموضوع كان ميت جدا، نص ملعبك كان ميت. انت عارف لو انت حاطط رجيء اهولو وحاطط زكريا الوردي وحاطط لعيب زي عبد الله حفيظي ممكن رجيء اهولو يشيلهم دفاعيا، انما الثلاثي حرفيا كان مخلي الدنيا ضايعه خالص في العمق، وكان مخلي الدنيا ضايعه خالص على الاطراف. لا في حد بيغطي في العمق وقادر ان هو يكون قطع كرات كويس، ولا في ناس على الاطراف بترجع تدافع، فكانت ليله كبيره قوي حضرتك. ولسانهم طيب بقى يا اسطى، لو عجبك الفيديو مش تخسر اي حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب. هارد لك لجمهور الرجاء، والف مليون مبروك لجماهير اتحاد الفتح الرباطي اللي استحقت عن جداره انها تطلع كسبانه.